صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 74 لسنة 2021 بتعيين رئيس تنفيذي للجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جاء فيه يعين الشيخ علي بن سلمان بن علي آل خليفة رئيسا تنفيذيا للجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية والاقتصاد الوطنية.